الدائرة الانتخابية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، نشارك اليوم جميعا في انتخابات مجلس الأمة 2022 في تاريخ 9 سبتمبر، وعلينا جميعا مسؤولية كبيرة اتجاه بلدنا ووطننا الحبيب والعزيز الكويت، ولنختار من يمثلنا في المرحلة القادمة بعد تعطيل الحياة البرلمانية التي استمرت سنتان. وكمرشح في الدائرة الأولى تبنيت مقترح برلماني سابق عبارة عن 37 صفحة يطرح برنامج عمل الحكومة، وهذا البرنامج يشمل على عدة جوانب تعالج المشاكل التي نعاني منها سواء بالصحة أو التعليم أو التوظيف أو الإسكان، وتشخص المشكلة وتضع القوانين المطلوب إنجازها مشتركا ما بين الحكومة والمجلس، ومن ثم نصل إلى الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري والإصلاح العام المطلوب للوصول لشعارنا الذي اتخذناه في هذه الحملة الانتخابية، وهو الاستقرار والإنجاز والتنمية. لماذا الاستقرار؟ لأن بدون الاستقرار لا يمكن أن تكون هناك تنمية ولا تقدم. فندعو الجميع كمرشحين إن شاء الله للهدوء والعمل بكل إخلاص، وأيضا النواب نتمنى لهم إن شاء الله اللي توفقون أن يعملون لأجل الاستقرار والإنجاز والتنمية، متعاونين مع بعضهم البعض، ويحسنون اختيار الرئيس ومن ثم التعاون مع الحكومة. وندعو جميع المواطنين للإدلاء برأيهم يوم 29 سبتمبر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأهلها لكل خير. بسم الله، معا نعيد البناء ونستعيد السيادة. بهذا الشعار الذي رفعته عنوانا لحملتي الانتخابية في هذه السنة، أخوض هذه الانتخابات وهذا العرس الديمقراطي. معا نعيد البناء ونستعيد السيادة، هذا الشعار رفعته لأني أظن بأن البلد بحاجة إلى إعادة البناء في جميع القطاعات، القطاع الترويحي والترفيهي، القطاع الرياضي، القطاع الإعلامي، القطاع المالي والاقتصادي وغيرها من قطاعات الدولة، تكاد تكون كلها بحاجة إلى إعادة بناء وإلى تطوير وإلى تحديث وإلى إتقان وإلى تكويت وإلى تقديم للطاقات الشابة في هذه القطاعات. معا نعيد البناء ونستعيد السيادة، لأني أؤمن بأن للفساد أذرع موجودة في أيضا مختلف قطاعات الدولة، بل وطالت حتى الأجهزة الرقابية فيها. تغيير شخص أو شخصين لا يعني انتهاء المعركة مع الفساد والفاسدين، ولكن هنالك حاجة حقيقية لاستعادة السيادة وفقا لمفاهيمها الدستورية التي قالت بأن الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة، مصدر السلطات جميعا. بعون الله سبحانه وتعالى وثقتكم بإذن الله وتعاوننا مع بقية الزملاء الذين إن شاء الله يدخلون إلى برلمان 2022، معا نعيد البناء ونستعيد السيادة. أخوكم أسامة عيسى الشاهين، مرشح الدائرة الانتخابية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نبارك لأنفسنا هذه الأيام المباركة التي تنطوي تحت مظلة الديمقراطية. أما فيما يخص برنامج الانتخاب إن شاء الله، فاقتطفت منه بعض الأجزاء وذلك لضيق الوقت. بالنسبة من يتكلم عن الفساد، الفساد أعتقد الآن هو يجب أن لا نعلق عليه كل شيء، فهو تحت يد القضاء إن شاء الله، ولا داعي أن ندور في فلكه. أما فيما يخص عملية الحياة وعجلة الحياة، يجب أن تدار حيث أن الشعب يريد الكثير والكثير. فمن بعض الجوانب المطلوبة هي حقوق المرأة الحاضنة لأبنائها الكويتيين والأرملة وزوجات غير الكويتيين، كذلك الشباب
والمواهب. المواهب قد تكون لعدم الاهتمام قد هجرت طوعا وليس هجرة برغبة. كذلك الرواتب بجميع فئاتها، رواتب الموظفين، من يتغاضى من الشؤون، رواتب القطاعين الخاص والعام أقصد فيهم، والبدلات. كذلك أمن الوطن، يجب البعد عن الفتنة والعنصرية والطائفية. والتركيبة السكانية تدخل أيضا من ضمن أمن الوطن، يجب الحرص عليها. كذلك البلد بحاجة إلى مشروعات سياحية مثل إقامة المدن الترفيهية كما هي في أوروبا، بفنادقها، بمنشآتها الصحية. كذلك الشباب بحاجة إلى أندية رياضية. هذا بعض المقتطفات من البرنامج الانتخابي، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن كاظم عبد الحسين محمد، مرشح من الدائرة الأولى. طبعا في البداية أحب أتكلم عن فئة عزيزة علينا وفئة غالية، هي فئة المتقاعدين. وكان لي مشروع إن شاء الله، وأنا متبني هذا المشروع بأن يكون للمتقاعد جمعية تعاونية، أسوة في جمعية الجيش وجمعية الشرطة وجمعية الحرس الوطني. أفكر أن تكون هناك جمعية للمتقاعدين، بحيث من يؤدي من يشتغل في هذه الجمعية هم المتقاعدين أنفسهم، إدارة كاملة لهم، ومن ثم في هناك أرباح تدر عليهم سنوية من خلال أسهمهم داخل هذه الجمعية. هذا بشكل عام للمتقاعدين. أيضا أحب أتكلم عن المرأة وربات البيوت. أنا أناشد بأن يجب لهذه الفئة اللي عزيزة علينا أن تأخذ بطاقة عافية. من هم ربات البيوت؟ هم أمهاتنا اللي ما اشتغلوا، أمهاتنا اللي هم قالوا إحنا ما نبي نشتغل حتى نربي عيالنا، قعدوا في بيوتهم. الفقرة أو المحور الأخير اللي عندي، ممكن الشباب الكويتي قادر على العمل، قادر على الإنجاز. بالأمس شاهدنا واحدة من الخوات المهندسات خذت جائزة ذهبية بالاختراع. الشاب والشابة الكويتيين قادرين على الإنجاز وقادرين على الإبداع. كل ما هو مطلوب أعطاهم المزيد من الفرص ومن الثقة. طلبي للناخبين بأن التركيز على أن تكون الكويت أمام عيونهم، نبتعد عن الطائفية، نبتعد عن القبلية، نبتعد عن التعصب بكل أنواعه. يجب أن يكون المرشح يعني قد هذا القسم ويبر في قسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مرشح دار الأولى خالد سيد محمد حميد القلاف. أولا تجسيد الروح الوطنية والسعي للحد من كل عناصر التمييز مهما كان مصدرها، مع دعم الشباب والسمو إلى الأفضل. ثانيا دعم المرأة، يستجوب قرار سياسي تطور دور المرأة في المجتمع، ولها حقوق كثيرة. يجب إصدار قانون بالمجلس لحفظ هذه الحقوق للمرأة. ثالثا الترفيع في الرواتب، وهي زيادة الرواتب. من 2008 لم يتم زيادة رواتب جميع الموظفين الكويتيين مع وجود غلاء معيشة. رابعا احتياجات الرياضيين من منشآت رياضية التي تنقصها الكويت، وكانت الكويت متقدمة على جميع الدول العربية والخليجية بالذات. حاليا تتذيل ترتيب الأخير في جميع النتائج الرياضية، خصوصا كرة القدم والمنشآت الرياضية. وخامسا وهو الأهم، ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة لا نعتقد أن لهم حق فقط للمواقف السيارات، في أكثر من احتياج لهم. الكراسي المتحركة يتم صرفها متأخر، وكذلك صرف جميع فئات الإعاقة إن كانت ضعيفة أو متوسطة أو شديدة. سادسا تحسين وضع كبار السن وإصدار لهم قانون بالتفرغ لرعاية المسن، لأنه يحتاج رعاية تامة وخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. داود سليمان معرفي، ممثل عن شباب وشابات الدائرة الأولى. أعطيكم ملخص عن السيرة الذاتية والخبرات خلال 20 سنة التي مضت ما بين قطاع خاص وحكومي وأيضا قطاع نفع عام. حصيلة هذه السيرة الذاتية أهلتني أني أكون وأتقدم كمرشح عن هذه الدائرة ببرنامج انتخابي يهدف إلى 3 ركائز أساسية. الركيزة الأولى تتكلم عن تمكين الشباب، أي إعطاء فرصة للشباب في المراكز القيادية في الجهاز الحكومي، وأيضا إعطاء الشباب فرصة في القطاع الخاص، أنه يشجع الشاب أنه يكون في القطاع الخاص بشكل أكبر. الركيزة والبند الثالث يتكلم عن القطاع الحر، أي تمكين الشباب في القطاع الحر أنه يكون هذا الشاب تعطيه فرص داخل مؤسسات الدولة المتهالكة لإعادة بنائها. أما نتكلم عن الركيزة الثانية وهي ركيزة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص كما هو معمول فيه في الدستور مادة 7 و8، أي تؤهل جميع التشريعات لتكون على نظم تعطي معايير معينة تحدد مدى كفاءة العمالة والموظفين. وأخيرا البرنامج لا يقتصر على هذه المواضيع فقط، وإنما سيعتمد على كل ما يحتاجه المواطنين، سأكون أول الداعمين لهذه المواضيع. شكرا. من أولوياتي هي نحو الكويت دولة قانون بلا استثناء، تطبيق قانون بلا استثناء لأحد في كل المجالات. ثانيا نفتح ملفات فساد بلا مجاملة، كل ملفات الفساد السابقة واللي فيها هدر للأموال بلا مجاملة. رؤية إصلاحية ممكنة التطبيق، بناء على هذه الرؤية يختار وزراء يتحدثون في هذه الرؤية، ويجب أن تتضمن إصلاح التعليم. إصلاح التعليم هو أساس التنمية في الكويت. نتكلم عن إصلاح جذري، إصلاح في هيكلية التعليم، وإصلاح في جودة المنهج وفي المعلم، وكذلك إصلاح في مراقبة هذه الجودة. حتى نحقق هذه 3 أجزاء بإذن الله سنسير معا نحو تصحيح المسار. بالنسبة لأهدافنا اللي نتبناها إن شاء الله، احنا نتبنى أول هدف هو استغلال الموارد الاقتصادية في البلد مثل الأراضي الصناعية والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تفعيل دور الشركات الحكومية مثل شركة المشروعات السياحية وشركة النقل العام، وذلك لتغوية الجانب الاقتصادي مما يزيد من رفاه المواطن الكويتي ولا يجعل الدولة معتمدة بشكل أساسي على النفط، والذي إن حصل انخفاض في سعره بدأ تهديد المواطنين في لقمة عيشهم. بالنسبة للتعليم، احنا نتبنى الإصلاح التعليمي من تغيير أو من تعديل المناهج الدراسية إلى تنسيق مخرجات التعليم مع متطلبات الوزارات وسوق العمل، وهو ما يعني سيدفع إن شاء الله إلى تعديل وإصلاح التركيبة السكانية، وسيزيد من إنتاجية المواطنين الكويتيين. وبالنسبة أيضا للقضية الإسكانية، فنحن أيضا نتبنى إصلاح هذه
القضية من تحرير الأراضي من بعض الشركات والهيئات الحكومية اللي تستأثر بهذه الأراضي، والإصلاح الإداري في موضوع المناقصات، مما يعجل من الإسراع في صرف البيوت الحكومية للمواطنين، لأن المواطن إذا توفرت له هذه الظروف سيكون له إنتاجية وسيتفرغ للإصلاح ولتطوير البلد. وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. المرشح الدائرة الأولى عدنان إبراهيم محمد الصالح. التركيبة السكانية، نسبة احتياجات الدولة من العمالة، إن العمالة قاعدة تصير سائبة. التعليم العالي في تكدس، كل سنة قاعد نتكدس من المهندسين، ما نعرف الخريجين وين نوديهم. المناهج التعليمية، المناهج التعليمية نعيد دراستها وتقييمها ونستعين في استشاريين من دولهم المتطورة. بالنسبة للأراضي الدولة، لابد أن الأراضي الدولة أنها تتوزع بشكل تام. عندنا كبار السن لابد أن نخصص لهم مستشفى خاص لهم، نعالجهم، نرتب أمورهم وملتزماتهم. بالنسبة للحركة المرورية في أثناء الدراسة، لابد أن تكون الحركة المرورية منتظمة. التجارة لابد أن تكون تحد محدها التام، حتى لا تصير الفوضى العارمة في الكويت، إنزين، وتصير العمالة الباطلة، إنزين، اللي تيينا من الخارج. ولازم نكون وعي في الدولة. عندنا الشباب، قطاع الشباب لابد أن الشباب يكونون واعين، لأن الشباب، قطاع الشباب، هم عندنا الأهم، الركيزة الأولى والأخيرة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي حسين داود محمد، المرشح في الدائرة الأولى. وبعد خطاب السامي في تصحيح المسار وحسن الاختيار، أتقدم للترشح لدي الدائرة الأولى. والبرنامج الانتخابي إن شاء الله في الأيام الجاية راح أطرحها، راح تكون عن الطاقة البديلة ومشاكل الطاقة من ناحية المياه ومن ناحية الطاقة البديلة، لا سيما أن الطاقة البديلة عندنا إحنا في الكويت في الطاقة اللي هي الشمسية والطاقة الذرية، لا سيما أن في الأيام الجاية راح نواجه مشاكل من ناحية الطاقة وأسعار الطاقة والمياه. من ناحية المالية، مثل ما إحنا قاعد نشوف في الوضع الحالي، في بعض الأمور المالية يجب تجديدها، من ناحية غلاء الأسعار، من ناحية الرواتب، من ناحية المتقاعدين، جوانب كثيرة نقدر نطلقها ونقدر نوصل حق حل أمثل لحل الأمور هذه. ولا سيما عندنا الشباب ما شاء الله في عندهم توجهات من ناحية الدراسة ومن ناحية البحثات الدراسية ومصاريف الجامعة، في أمور كثيرة تتعلق في الشباب ومستقبل الشباب من ناحية الرياضة ومن ناحية التعليم ومن ناحية متطلبات الشباب في أي أمور تتعلق في أمورهم الشخصية. لا سيما المتقاعدين عندهم متطلباتهم من إخواننا وعمامنا وأبائنا، وهذه إن شاء الله رح نطرحها في البرنامج الانتخابي الجاي بخصوص الأمور اللي تتعلق في التقاعد والمتقاعدين، وإن شاء الله في أمور جاية رح أطرحها في برنامج الانتخابي. ويعطيكم ألف عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الموسوي مرشح عن الدائرة الأولى. علشان ننجز ونصلح لازم نعرف وين الخلل. المشكلة في كل الحكومات السابقة ما في عندهم توقيت زمني علشان ينجزون أي مشروع موجود في الدولة. في نفس الوقت عندنا مشكلة البيروقراطية، يعني اليوم أنا علشان أنجز أي مشروع لازم أفتر على مجموعة وزارات، وكل وزارة تأخذ وقت طويل على ما أنها تعطي الموافقة. فإذا قدرنا نقلص ونقلل هذه الموافقات راح نقدر ننجز ونسرع من عملية التنمية والتطور. من المشاكل المعروفة موجودة هي الإسكان، والإسكان للأسف خلال 10 سنوات اللي طافت لجنة الإسكان ما قدرت تحقق أي إنجاز
طبعا اكو مشاكل كثيره ولها حلول كثيره، لكن خلونا نتوجه الى المواطن. المواطن يهمه وايد شغلات. موضوع مثلا خلينا نقول نتكلم عن جيب المواطن اللي هي مثلا الجمعيات التعاونيه. الجمعيات التعاونيه ما انشئت عشان تكون قريبه من بيتك، انشئت الجمعيات التعاونيه علشان تكون تقدم مواد استهلاكيه ومواد غذائيه باسعار رمزيه. لكن المنهجيه اللي ماشيه فيها الجمعيات صارت السلع اللي موجودة فيها أغلى من السوق. هذا بالنسبة حق جيب المواطن. وبالنهاية اللي بتكلم عنه اللي هو موضوع السكن الخاص، أعتقد أن لازم الدولة بما أنها سمحت للسكن الخاص مع أنه مخالف للقانون البلدية، أنها تحاول تتدخل وتحاول أنها تحط تسعيرة معينة على حسب المساحات، حتى على أساس يعني بالنهاية نقدر شوية نوفر على جيب المواطن القيمة الإيجارية العالية اللي قاعد تصير، اللي تقريبا أغلب الموظفين قاعد تأخذ تقريبا ثلث معاشاتهم. اليوم دولتنا الحبيبة بحاجة إلى فزعة وطنية ووقفة شامخة احتراما لتاريخها واحتراما إلى شهدائها ولكل التضحيات اللي كانت من أيام القوس لليوم. نعم بحاجة إلى التنمية، نعم بحاجة إلى الإصلاح. اليوم نشوف في دول كثيرة سبقت الكويت، وإحنا عندنا كل الطاقات. نبي نترك جميع الخلافات ونبي نبدأ صفحة جديدة. وقاعد نشوف محاربة الفساد بدأ من الأجهزة الحكومية مشكورة. فاليوم دور الشعب الكويتي بأن يحسن الاختيار وأن يعطي فرصة إلى الكفاءات وإلى الويوه اللي فعلا قاعد نشوف أنه متأملين فيهم خير. التغيير واجب. نسمع حالة التنمر عند الكثير من الناس، بس يوم الانتخابات يرجع على بعض خلينا نقول الاختيارات الغير صحيحة. بعدوا عن الفئوية وعن الطائفية وعن أي شيء، خلي يكون الكويت فقط، الانتماء والولاء إلى الكويت فقط. الانتخابات وصوتك لازم يكون بيد أمينة. مؤسسات الدولة وكل مسؤول لازم يعلم بأن الكويت لازم تكون بيد أمينة. هذا المطلوب، وهذيلة حكامنا، وهذا اللي اليوم مرجو من الشعب الكويتي. إخواني وخواتي المواطنين، نبي يوم 29/9 نثبت بأن اختياراتنا كانت وطنية وأن مخرجاتنا كانت صحيحة للنهوض إلى الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى حجي موسى، مرشح لعضوية مجلس الأمة الدائرة الأولى بإذن الله تعالى. لرد الجميل لوطني، أبتدأ حديثي بالحمد والشكر لله على نعمائه الكثيرة، لقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هذه النعم رزقنا الله تعالى الحكام، ومن أحسن الحكام وأفضل وأعدل الحكام، وهم آل الصباح الكرام. أما سبب ترشحي فهو بإذن الله تعالى لأجل الإصلاح لبعض السلبيات التي تعوق مسيرة الحكومة والحفاظ والتمسك بالوحدة الوطنية الكويتية، وكذلك أطلب إسقاط القروض وإعطاء بقية حقوق المتقاعدين وزيادة الرواتب بسبب ارتفاع الأسعار، وتطوير التعليم باستقطاب مدرسين ذوي مؤهلات من عالية، وتقليص مدة الحصول على البيت لنواكب عصر التقدم ونجعل ديرتنا في مصاف الدول الراقية المتقدمة، ونرجعها إلى سابق عهدها بعروس الخليج إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتورة غدير محمد محمود أسيري.
قررت خوض انتخابات مجلس الأمة 2022 عن الدائرة الأولى بعد مرسوم الدعوة وخطاب سمو ولي العهد الأمين واللي كانت فيه دعوة صريحة لبوادر التغيير. أنا اليوم أترشح لانتخابات مجلس الأمة حاملة راية دولة القانون والدستور والدولة المدنية والعدالة الاجتماعية أيضا في سبيل التغيير والإصلاح، محاولة ومتحدية الصعاب في سبيل الكويت لمعالجة المشاكل اللي تواجهنا لإعادة بناء مستقبل شبابنا القادم من نهضة الوطن. واجبنا اليوم واجبك أنت تقديم كل ما نملك لإعادة الكويت أفضل مما كانت عليه في كل المجالات، وأنا متفائلة بالأصوات الجريئة، أصوات التغيير. أخوكم الدكتور محمد الداهوم مرشح الدائرة الأولى. أنا جئت إلى هذا المكان لأوجه رسائل إلى الشعب الكويتي كافة. الرسالة الأولى إلى مقام سيدي سمو الأمير وسمو ولي العهد، شكرا لكما على هذه الفرصة التاريخية، شكرا لكما أن أعطيتم الشعب المشاركة في اتخاذ القرار وتنمية البلاد. هذه نعمة نحسد عليها، لا توجد في كثير من بلدان العالم. نحن شعب يستحق، وأنتم أهل لهذا الكرم وهذا العطاء. الرسالة الثانية، الشعب الكويتي رأيتم ما وقعنا فيه وما حصل في الفترة الماضية من سوء إدارة وسوء تنظيم. لا شك أن الهيئة ولا شك أن السلطة التشريعية كان لها أثر سيء فيما حصل لنا. نعتقد كانت الاختيارات السيئة هي السبب المباشر فيما نراه من تخلف اليوم، وأنا أقولها بشكل واضح وصريح، الشعب الكويتي يتحمل جزء كبير من هذا السوء اللي نعيشه اليوم، لأنهم يختارون وفق مباني غير صحية وغير طيبة، بحيث هذا يختار لأجل الطائفة وهذا للقبيلة وهذا للعائلة. هذا لا يمكن أن ينمو به البلاد، ولا يمكن أن نتقدم وأن نرى أجيالنا في خير. لذلك نتمنى في المرحلة القادمة أن الشعب يختار من يرونه كفاءة، لأن البلد محتاجة إلى الكفاءات. نريد من يريد أن ينمو بالبلاد وأن يضع يده مع السلطة التنفيذية ويقوم بما هو خير ونفع للبلاد. إحنا اليوم مفصلي وتاريخي في الكويت، نتمنى من الجميع أن يختاروا القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن رأيتم محمد الداهم يستحق فأعطوه، وإن رأيتموه لا يستحق اختاروا غيره. الأمر بيدكم، والتاريخ اليوم أنتم تحددونه يا شعب الكويت، وإن شاء الله كلنا ثقة بهذا الاختيار، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المحامي مشعل راشد الجويسري مرشح عن الدائرة الأولى. أولاً أشكر وزارة الإعلام على إتاحة الفرصة لنا كمرشحين لإبداء ما عندنا من رؤى وما عندنا من برنامج انتخابي. فصراحة حس بالمأساة الأخيرة اللي حدثت في المجلس، ولكن إن شاء الله أن الإصلاح قادم بإذن الله. ونشكر سمو رئيس مجلس الوزراء، صراحة أثلج صدور المواطن في الخطوات اللي اتبعها في برنامج الإصلاح إن شاء الله القادم. برنامجي أمانة ما هو محدد، برنامجي من أولوياتي أنا المواطن وتحسين الخدمات، المحافظة على الدستور، المحافظة على الإصلاح الإداري والمالي اللي بالأمانة في المجالس الماضية ما شفنا، بالعكس شفنا تنازعات ومحسوبية. ولكن نسأل الله إن شاء الله القادم من الأيام. وأنا أوجه رسالة إلى المواطن، هذه فرصة ذهبية أعتقد لن تعود مرة أخرى، ألا وهي الاختيار من ترونه صالح لهذه المرحلة. فأسأل الله إن شاء الله أن يحفظ بلدنا الكويت تحت ظل حضرة صاحب السمو ولي العهد الأمين. شكراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مرشح الدائرة الأولى المستقل وليد القبندي. من اهتماماتي الأولية بعد التركيز على مواردنا المالية ومواردنا البشرية واستغلالها استغلال صحيح، ترشيدها، لأن إمكانياتنا ولله الحمد ممكن تقفز فينا إلى العالمية بسواعد
وأعيدها 100 مرة، شبابنا ومواطنينا هم نواة التقدم والتطور للكويت، لأن ما يبنيها إلا عيالها ولا يخاف عليها إلا أهلها. أطلب الله سبحانه وتعالى إن صالح للبلد واللي فيه خير في صلح للبلد ويخاف الله فيها وبهلها ويتحمل الأمان الكبيرة اللي راح يشيلها، لأن في قبره ما يقدر يكذب على ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني يا أخواتي أبناء الدائرة الأولى، في البداية نشكر وزارة الإعلام على إتاحة هذه الفرصة للمرشحين بإيصال طروحاتهم الانتخابية بشكل محايد ونزيه. كمرشح من فئة الشباب سوف أتبنى القضايا التي تمس شريحة الشباب باعتبارها الشريحة الأعرض بالمجتمع، وفي حال وصولي إلى البرلمان سوف أتبنى قضايا التوظيف بالدرجة الأولى من خلال اقتراح تشريعات تكفل الشفافية وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة، بالإضافة إلى تبني سياسة تكويت الوظائف، فلا يمكن أن تبنى الأوطان إلا بسواعد أبنائها. أما فيما يتعلق بالقضايا الإسكانية فباعتقادي الشخصي أنه لا يمكن حل هذه القضية وفقا للسياسة الحالية المتبعة، فلا بد من إعادة هيكل التشريعات المتعلقة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان بما يتواءم مع متطلبات الأسر الكويتية، مما يكفل لها الاستقرار الاجتماعي. وفي الختام نجدد الدعوة إلى أبناء الوطن كافة وأبناء الدائرة الأولى خاصة بالمشاركة الفاعلة وحسن الاختيار وتصحيح المسار البرلماني بما يكفل تطور الوطن، فالكويت تستحق منكم الاختيار الأمثل.